الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، هذه رسالة من أخيكم إلى تجار الإقامات، وإن شئتم فقولوا إلى تجار البشر. إن هذه التجارة من التجارات المحرمة، نعم تجارات محرمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا وإياكم شر الحرام. إن التجارة بالإقامات، وهو أن يحضر شخصا إلى هذه البلاد لا ليعمل عنده، وإنما ليسيح في هذه البلاد مقابل مبلغ من المال يأخذه منه، هذا حرام لا يجوز، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. بل حتى لو عمل عندك لا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا، بل أنت تعطيه أجرة عمله. لكن لو تكفلت مثلا بتذكرته وقلت له أنا أدفع لك ثمن التذكرة مثلا حتى تأتي وتعمل عندي مقابل أجرة ثم تسدد لي قيمة التذكرة، هذا لا بأس به. أما أن تأخذ منه مالا مقابل أن تعطيه إقامة، هذا لا يجوز، هذا حرام، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الجانب، هذا أولا. ثانيا، فيه إفساد للبلد، حيث إن هذا الرجل واحد من اثنين، سواء كان رجلا أو امرأة، هو واحد من اثنين، يعني الذي ضربت له الإقامة مقابل مال، إما أن يكون ممن يخاف الله أو أن يكون ممن لا يخاف الله. إن كان ممن يخاف الله فهو سيسعى بالبحث عن لقمة الحلال ويسدد لك مبالغك التي تأخذها منه سنويا. وأما إن كان لا يخاف الله، وهذا في الغالب أن هؤلاء الذين يدفعون مقابل المجيء إلى هذه البلاد، فإنهم غالبا يريدون أن يعوضوا ما دفعوه، فلا يهمه كسب المال من حلال أو حرام. ولعل هذا من أسباب كثرة الجرائم في بلادنا من قبل هذه الجاليات، لأنهم يحاولون أن يعوضوا تلك الأموال التي يبذلونها لتجار البشر، أو إن شئتم قولوا تجار الإقامات. هذا المال حرام، ومن وقع في هذا اليوم فعليه أن يتقي الله وأن يعيد هذا المال إلى أصحابه، أعني العمال الذين أخذ منهم هذا المال. لا يجوز أن يتاجر في الإقامة، وهذا العامل إما أن يأتي يعمل عندك، وإما أن لا تتدخل في هذا، يدبر نفسه بأي شركة يعمل بها. أما أن تأخذ منه مالا مقابل توفير القدوم لهذه البلاد، هذا غير أن عملك هذا معصية لولي الأمر، هو أيضا معصية لله تبارك وتعالى، إنه أكل لأموال الناس بالباطل. وللأسف، ولا أريد أن أقولها، لكن هذا أمر واقع يحزن، ألا وهو أن البعض اليوم عندما يكون عنده خادم أو خادمة ويريد أن يرده مثلا، يعني عمل عنده سنتين ثلاث سنوات اللي يكون، فيقول أريد أن أبيع هذا الخادم، أو يقول من يشتري هذا الخادم، وكأنها صارت تجارة الرقيق والعياذ بالله. نبيع خادمتنا، بعت الخادم بكذا، اشتريت الخادم بكذا، الكلمة في ذاتها لا تجوز، لا تجوز. وأنت لا تقبل أن يقول عنك إنسان أنه باعك أو اشتراك، أنت حر، الناس أحرار، لا يجوز بيعهم ولا شراؤهم، فاتقوا الله في هذه الكلمة. والله الكلمة هي الكلمة بذاتها تحزن من يسمعها، لكن هؤلاء المساكين قد لا يفهمون معاني هذه الكلمة، ليسوا من العرب. لكن أنت تصور، أنت لو قيلت فيك هذه الكلمة نريد أن نبيعك نشتريك، محزنة هيك، لا يجوز أن تطلقها، ولا يجوز بيع الخدم. نعم يجوز لك ما يأتي، وهو لو قدر أنك دفعت مبلغا من المال للمكتب، لأن المكتب يقول لك مثلا أنا آتيك بهذا الخادم أو هذه الخادمة بمبلغ وقدره كذا، تكلفة مجيئها، التذكرة، الرسوم، الفحص الطبي، كل هذه الأشياء تكلفك 600 دينار مثلا. لا بأس إن جاءك هذا الخادم أو جاءتك هذه الخادمة ودفعت هذا المبلغ 600 دينار، ثم بعد ذلك يعني
لا يريد أن يعمل عندك أو أنت لا تريد أن يعمل عندك ويذهب إلى مكان آخر، لا بأس أن تسترجع الأموال التي دفعتها. أنت دفعت 600 دينار تعود لك 600 دينار التي دفعتها، لا بأس، لكن أن تكون تجارة. بلغني أن البعض، يعني جاء بعض يسألني يقول هو يأتي بالخدم أصلا، يكلفه الخادم 300 دينار مثلا أو 400 دينار، يقول ثم أبيعه ب500 ثم أبيعه ب600، أعلم بعض الأشياء ثم أبيعه، وهذا لا يجوز، بيع البشر لا يجوز. فاتقوا الله تبارك وتعالى، وهؤلاء الخدم يجب أن نعاملهم معاملة حسنة، أن نعاملهم كأولادنا، أن نتقي الله فيهم، أن نحسن إليهم في إطعامهم، في ملابسهم، في سكنهم، في معاملتهم، في كل شيء. يكفيهم أنهم تغربوا في سبيل طلب الرزق، كان آباؤنا وأجدادنا في السابق يتغربون عن هذه البلاد في طلب الرزق، فكيف كنا نود أن يعاملهم الناس؟ كذلك يجب علينا أن نعامل الناس كذلك. الله تبارك وتعالى أنعم علينا بهذا الرزق، النفط وغيره وكذا، ففي يوم من الأيام قد لا يوجد هذا النفط، ونحتاج نحن أن نذهب وأن نعمل في تلك البلاد، ترى كيف نتمنى أن نعامل؟ فلنعامل الناس كذلك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحدد مسارنا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه قضية. قضية ثانية فقط، طالما أن الحديث يعني فتح في هذا المجال، أذكر من كان عنده خادما غير مسلم لا ينبغي أن يبقى 10 سنوات أو 12 أو 12 سنة ولا يعرض عليه. أنا أقول لا أقول لا يسلم، يسلم أو لا يسلم هذا شأنه، لكن على الأقل نعرض عليه الإسلام، نصيحة، أو تكون عنده الخادمة المسلمة أو الخادم المسلم فلا يعلمه شيئا من الدين، من القرآن أو من السنة، أو يتأكد يصلي أو لا يصلي، ننتبه لهذا الأمر، نحن مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى. فأقول يا تاجر الإقامات احذر، إن أكل أموال الناس بالباطل من الذنوب العظيمة، لا يجوز أن يأكل أموال الناس، فاتقوا الله تبارك وتعالى، وسيبارك الله لكم في أرزاقكم، ولعل الله تبارك وتعالى أن يفتح لكم أبوابا كثيرة. أذكر أن أحدهم سألني مرة قال جئت يعني عملت شركة وهمية، ثم جئت بأربعين عامل لهذه الشركة، أخذت من كل عامل 500 دينار، ثم قلت لهم انطلقوا ابحثوا لكم عن عمل، وكل سنة يقدم لي كل واحد منكم 500 دينار، يعني بالحسبة 20,000 دينار سنويا تدخل له من أموال هؤلاء الخدم. هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، هذا من الحرام. نأكل حراما، نغذي أولادنا حراما، نلبس حراما، ثم بعد ذلك نقول ندعو فلا يستجاب لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يرفع يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه بالحرام، وغذي بالحرام، أن يستجاب له. ثم نقول لا يستجاب لنا، إيه والله لن يستجاب لنا إذا كانت حالنا كذلك. فلنتق الله تبارك وتعالى، ونبحث عن طريق الحلال، والله يبارك لنا في أرزاقنا، أسأل الله أن يبارك لكم فيما رزقكم، وأن يزيدكم من فضله، وأن يغنينا بفضله وكرمه سبحانه وتعالى بحلاله عن حرامه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.